نزيف الأنف، نزيف الأنف من الحاجات المقلقة جدا لكل أم. لما الاقي ابني وهو بيلعب وبيتنطط مرة واحدة عنده نزيف في أنفه، الموضوع بيبقى مقلق جدا ومطر جدا للأمهات، خصوصا إن الموضوع بيتم بدون أي مقدمات وبدون شعور بأي ألم أو أي مشكلة، لأن يعني الطفل بيكون بيلعب عادي جدا مفيش أي مشكلة، ونجد إنه حصل نزيف لدرجة إنه ممكن يغرق هدومه، ممكن كمان هو ما يكونش حاسس بأي مشكلة لغاية ما أنا أنبهه إن في نزيف عنده، وبالتالي اخده وابدا اتصرف معاه. الموضوع مقلق جدا وموتر، تبقى الامهات مش عارفه تتصرف ازاي، تعمل ايه، تجري بيه على مستشفى مثلا، تكلم دكتور، تعمل ايه، تتصرف ازاي. كل ده هنتكلم عليه في فيديو النهارده، ان شاء الله الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم. انا ديرا سليمان، واهلا بكم في مختبر. الحقيقة زي ما قلت ان نزيف الانف من الحاجات الموترة والمقلقة لكل ام، خصوصا لو حصل مع ابنها صغير او في ساعات متأخرة من الليل، بيكون مش عارفة تتصرف ازاي، مفيش حد معاها، تعمل ايه، تجري للمستشفى مثلا ولا تعمل ايه. الاسعافات الاولية اللي لازم تتعمل في اثناء حدوث النزيف هو بالظبط عكس الشائع او عكس اللي بيتقال، ان احنا لازم نرجع الوجه او الوش لورا كده عشان نوقف النزيف، وده خطر جدا لان احنا كده ما بنوقفش النزيف، بالعكس بندخل الدم الحادث من النزيف الى جوه الجسم، ممكن يسبب مشاكل كتير جدا توصل كمان للغثيان او اغماءات او لحالات زي الكحة بسبب وجود الدم داخل الجسم. فالوضعية الصحيحة ان احنا نكون على استقامتنا كده، او حتى مقدمين راسنا لقدام وحاطين المنديل وماسكين بيه منطقة الانف ضاغطين بيها، وبيكون التنفس عن طريق الفم. هنستخدم قطعة قطنية زي كده، قطن او منديل او حتى قطعة قماش قطنية، وهنقفل بيها الانف كويس جدا ونضغط عليها، ونسمح للطفل او نساعده ان هو يتنفس من منطقة الفم، ونفضل ضاغطين لمدة ما تزيدش عن 10 دقايق. ممكن كمان نعمل استنشاق بمية ساقعة علشان نوقف او نعمل انكماش لجدار الاوعية الدموية دي، فبالتالي يوقف النزيف. لو عدى 10 دقايق والنزيف ما وقفش، لازم نتصرف مباشرة ونجري على المستشفى، علشان غالبا بيكون الوليد اللي حصل فيه الانفجار او الشريان محتاج لعمليات زي كي كده، حاجة بسيطة عشان تقفله عشان توقف النزيف، خصوصا كمان لو الشخص اللي عنده نزيف ده بدأ يحس بفقدان للوعي زي دوخة حاجات زي كده نتيجة النزيف، لازم نتصرف مباشرة. لكن مطمئن ان في معظم الحالات بتكون الحالة بسيطة، مش محتاجة ان احنا نروح للمستشفى ولا حاجة، بيكون الموضوع ببساطة انه في شعيرات دموية كتير جدا موجودة في منطقة الانف، الشعيرات دي بتدفي الهواء اللي داخل الى الرئتين، يعني بتعمل على تدفئة الهواء اللي داخل الى الرئتين من الهواء الخارجي. الشعيرات دي في بعض الناس بيكون جدارها رقيق جدا، فبالتالي اي حاجه ممكن تسبب تهتك الجدار ده بيحدث النزيف. الحاجات دي ممكن تكون مثلا جفاف الجو اللي بيحدث في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، بسبب جفاف الجو وعدم وجود رطوبه في الجو، الجفاف ده ممكن يسبب زي تشققات بسيطه في الشعيرات الدمويه دي، وبالتالي يسبب النزيف. ممكن كمان يكون السبب كدمة او صدمة، او حتى الطفل وقع مثلا وهو بيلعب او حاجة زي كده، ادت الكدمة دي الى حدوث برضو انفجار في الشعيرات الدموية، وبالتالي يحدث النزيف، او كمان التنظيف الجائر او التنظيف الزيادة للمخاطر بقى موجود في الانف، ده برضو غلط جدا. ممكن كمان بعض الادوية اللي بتسبب جفاف منطقة الانف، زي بعض الادوية اللي بتستخدم لعلاج نزلات البرد او لعلاج اعراض البرد، ممكن كمان تكون هي السبب في حدوث النزيف. خلاص النزيف وقف، نعمل ايه؟ هالموضوع كده نسيبه عادي وموضوع وعدى وما نتصرفش باي حاجة وخلاص، ولا نجري على دكتور او نروح لدكتور ايه، تخصص ايه مثلا، نعمل تحاليل ايه؟ التحاليل اللي احنا لازم نعملها بعد عملية توقف النزيف زي تحليل صورة الدم، زي ما احنا شايفين التحليل ده بيبين فيه حاجة اسمها البليتلتس، والبليتلتس دي هي الصفائح الدموية المسؤولة عن تكوين الجلطة والمسؤولة عن وقف اي نزيف بيحدث في الجسم، حتى الجروح البسيطة اللي موجودة في الجلد لازم بتكون جلطة علشان توقف نزيف الجروح دي. لما بيكون عدد البليتلتس اقل من الطبيعي، فبالتالي بتكون ما عندهاش القدرة انها تكون الجلطة، وبالتالي ممكن تكون السبب في حدوث النزيف. طبعا قلة عددها بيكون ممكن يكون بسبب مرضي، ممكن يكون بسبب ادوية معينة بياخدها المريض او الشخص اللي قدامنا، زي مثلا الاسبرين والحاجات اللي بتسبب ميوع للدم او سيوله في الدم، الحاجات دي ممكن تقلل الصفائح الدمويه. من التحاليل التانية اللي لازم نعملها تحليل البي تي او البروثرومبين تايم، والتحليل ده هو زمن التجلط او زمن تكوين الجلطه الدمويه.
الزمن ده لما بيكون نسبته طبيعية بيكون تكوين الجلطة أو النزيف قليل، ويكون المعدل بتاعه في المعدل الطبيعي. لكن لما بيزيد زمن تكوين الجلطة بيكون هنا معناه إن في سيولة في الدم، ولازم نعرف سببها ونعمل. طيب لو عملنا التحاليل دي ولقينا فيها مشكلة لا قدر الله، نعمل ايه ونروح لدكتور ايه؟ الدكتور المتخصص هو دكتور خاص بأمراض الدم، هو اللي هيكون المسؤول عن تشخيص الحالة دي واللي هيدينا العلاج المناسب علشان يعالج المشكلة وبالتالي يوقف حدوث النزيف. من الحالات كمان اللي ممكن يحدث فيها نزيف في الأنف في حالات الضغط الدم المرتفع، لأن في شريان موجود في المنطقة الداخلية من الأنف. الشريان ده لما بيكون ضغط الدم مرتفع بيكون اندفاع الدم إليه أكتر من الطبيعي، وبالتالي ممكن يسبب زي انفجار في الشريان وخروج الدم، بيكون الدم أكثر كثافة من الدم العادي. في الحالة دي الدم بتوقفش حتى بعد الضغط عليه لمدة 10 دقايق زي ما قلنا، وبالتالي لازم نروح لطبيب أو نروح في مستشفى علشان يتم كي الشريان ده وقفله عن طريق عملية الكي. هي عملية بسيطة، حاجة مش مقلقة يعني، ولكن لازم يتم قفله مباشرة علشان ما يسببش نزيف كتير وبالتالي يسبب مشاكل بعد كده. بس كده ده فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سيبكم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.